ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. خرجنا الشارع المغربي كما العادة، كل إعادة فائدة باش غنسولهم على المباراة الأولى ديال المنتخب الأولمبي ضد المنتخب الأرجنتيني والتوقعات ديالهم. واش غيمشي المنتخب الوطني المغربي الأولمبي بعيد في هذه المنافسات ديال أولمبيات فرنسا 2024؟ وتعرفوا المواطنين أشنو قالوا لنا؟ أجوا معايا. إن شاء الله غادي تجرى واحد المقابلة اللي غادي تكون ما بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الارجنتيني. بالنسبه للتوقعات ديال المقابله، ان شاء الله غادي تكون حنا متفائلين وعندنا الثقه في هاد العناصر الشابه اللي ما تتجاوز السن ديالها 23 سنه. حنا متوقعين انها غادي تمشي في هاد المناسبه ابعد مقابله وهي النهائي. جميع اللاعبين كلهم متمرسين، كلهم تيشتغلوا على راسهم، كلهم تيمارسوا في الدول الاوروبيه. الحمد لله عندهم تجربه وعندهم إلمام بمثل هذه المنافسات. تنظن بان المنتخب ان شاء الله غادي يمشي في واحد غادي يدير واحد النتيجه ان شاء الله ايجابيه اللي غتفرح الجميع، الجماهير المغربيه. الطموح ديالنا ولا كبير من بعد داكشي اللي حققوا المنتخب الوطني الاول في قطر 2022، وحنا ان شاء الله دابا تنطمحوا على الاقل اننا نوصلوا للنصف النهائي، وعلاش؟ لانهم يكونوا الشامبيون ان شاء الله ويجيبوا معاهم لاكوب المغرب، خصوصا من بعد اللاعبين اللي بانوا جداد واللاعبين اللي فئات جديده اللي بداو تيبانوا، وان شاء الله يتانسبيرهم المنتخب الاول اللي دار انجاز كبير في قطر ان شاء الله ويديروا حتى هما انجاز هنايا. بالنسبه للارجنتين كما تعرفوا هي منتخب اللي كبير، والمغرب دابا راه ولا من المنتخبات الكبار، وان شاء الله غادي نقول 3 المغرب وواحد الارجنتين ان شاء الله. الفريق المنتخب المغربي غيفوز بجوج اهداف لصفر، ومن هذا المنبر تنقول سي سكيتيوي شكرا على هذا المجهود الجبار اللي درتي لهذا الفريق، وجبتي لينا بعض اللعابه محترفين بحال حكيمي، بحال السيدي، بحال السي الرحيمي، وبحال السي الزلزولي. هاد اللعابه هادو عندهم واحد كما تنقولوا واحد الشحنه ايجابيه بالنسبه للفريق المغربي. ومن هذا المنبر تنقول للدراري الله يرحم لكم الوالدين، كونوا رجال وبغيناكم تفوزوا لنا بهذا اللقب هذا وتجيبوا لنا هذه الميداليه. الله يرحم لكم الوالدين، ترجلوا معنا، وراه الاسود المغربي راه تيبقى فريق كبير، وحنا معروفين الحمد لله داخل المغرب وخارج المغرب وفي الدول العالم. الحمد لله المنتخب المغربي راه تيبقى ديما شرف. كنتمنوا ان شاء الله يعني التوفيق للمنتخب الوطني الاولمبي ان شاء الله ضد الارجنتين. ان شاء الله يعني حنا قلوبنا مع المنتخب ديما مغرب، فيف ماروك. ان شاء الله التوفيق ان شاء الله، النتيجه ان شاء الله شي يعني 2-0 ان شاء الله وديما مغرب. وكنتمنوا هاد اللاعبين ان شاء الله جداد يعني يقدموا الاضافه، يعني خصوصا يعني من اللي قدموا يعني زادوا اللاعبين ديال المنتخب الاول حكيمي و يعني الاخرين. يعني كنتمنوا ان شاء الله يعني تكون شي نتيجه يعني مرضيه ان شاء الله. ان شاء الله كنتمنوا يعني ضروري يدير شي حاجه ان شاء الله. ان شاء الله ولو المهم مرتبه الثانيه ولا الثالثه ما عندنا مشكل، المهم ديما مغرب.